المجلس الانتقالي بالسودان يؤكد تمسكه بتحقيق الانتقال الديمقراطي. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن سحب قوات بلادها من العراق العام المقبل. وإيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في إنقاذ الاتفاق النووي. الحديث 10 صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وأخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأنباء المتداولة حول حدوث انشقاقات في صفوف القوات الأمنية. وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم قال رئيس اللجنة الأمنية الفريق أول جمال عمر أن المجلس متمسك بتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق الانتقال الديمقراطي. أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم العناصر من وحدات الحماية الكردية على موقع عسكري تركي في مدينة الرفعة شمالي سوريا، فيما وصل الجيش التركي انتهاكه للأراضي السورية وتوجيه قصف مدفعي على عدد من المواقع في المنطقة. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا سحب قوات بلادها من العراق بحلول شهر يونيو من العام المقبل، وقالت إن نيوزيلندا ستخفض أيضا عدد أفرادها ضمن مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. انتقدت إيران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بسبب فشلها في إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران. وأقل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران لم تشهد حتى الآن أي تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران، مشيرا إلى أن طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق إدارته مع المكسيك حول قضية الهجرة، وكتب ترامب على تويتر أن المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود والأمور التي تهم الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بات لديه ثقة كاملة بعد التحدث مع نظيره المكسيكي، مؤكدا رغبة الأخير في التعاون. وأضاف أنه تم الاتفاق على العديد من الأمور التي تخص وقف تدفق المهاجرين. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.